احنا يعني هذا موقف لازم كل اللي بادر فيه. يعني اول شيء زميلنا رحمة الله عليه، احنا معرضين لهذا الحكي كلياتنا، لان احنا في نفس الصف ونفس الطريق. بادرنا انه نعمل بيت اجر لزميلنا المرحوم، تقديرا لإشي بسيط قدمه. طبعا احنا يعني مش رايحين نوفي حقه، لو شو بدنا نعمل. رحمة الله عليه والله يرحم كل الشهداء.